عارف ليه يا كابتن بقى طلعنا بره في البلكونه؟ ليه؟ عشان محدش يسمعنا، خاصة كمان انا عرفت ان المدام اهلاوية. قول لنا بقى اهلاوية القصة، يوم ما رحت تتقدم للمدام واهلها قالوا لك، وقتها كان طالع اشاعة كده قالوا لك يا ابني انت ما قالت لكم انها اهلاوية الاول؟ ايه؟ قالت لكم انها اهلاوية؟ انا عارف. طب هي النهاردة على فكرة، هي ما النهاردة هتبقى فيه يعني تروح عند مامتها. احنا جايين نهد الدنيا. ايه القصة بقى يا كابتن خواجة؟ قصة ايه بقى يا كابتن؟ بتاعت الإشاعة دي. بس كويس ان انت قلت إشاعة. ايوه ما انا قلت إشاعة طبعا. بص النجوم الكورة، انا مش يعني مش هقول لك انا بقى اعتبر ان انا لعيب كورة. نجوم الكورة دايما بيطاردهم اشاعات غريبة جدا، وخاصة من هذا النوع. وانا النهاردة يا كابتن معنى ان انا سلمت على فنانة او هي سلمت عليا او اتصورت معايا او قعدت معايا في مكان عام مش لوحدي مع فرقة الكورة كلهم، هل دي بقى في بيني وبينها علاقة؟ لا اتجوزتها؟ اتجوزتني؟ طب اتجوزتها فين ما يثبت ان انا اتجوزتها مثلا؟ هي في عالم تاني دلوقتي. الله يرحمها. انما انا ما يعني ما حصلش ده. كل الحكايه ان هي زملكاويه. كنا كسبنا كاس مصر سنه 77 اتعزمنا في مكان في 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 كازينو. كانت هي متواجده مع احد الاخوه. وجت قعدت على الترابيزه بتاعت اللعيب. وجت القرعه انها قعدت جنبي. يعني انت فاهم كلمة عادي، ما هو الطبيعي دي عادي، علاقات عادية يعني بتسلم. طب والدتك وقتها قالت لك ايه بقى؟ لما كتبوا يعني هم بقى في الجرايد ان انا اتجوزت. حصل جواز بيني وبينها. فبس بقول لي امي كانت ست على نياتها يعني. بقول لها تصدق حاجة كاتبين ان انا اتجوزت واحدة اسمها كذا كذا. قالت لي الله، طب ما اتجوزتش غير ذكي ليه؟